أنت في صيدك ولا تأبه بما يجري. لقد هزم مروان عند الزاب. هذا؟ بلغتك الأخبار وأنت في الصيد؟ بلغتني قبل أن تحدث. كيف حال سليمان؟ متى ستكبر يا ولدي وتخرج معي للصيد؟ وهل كنتم تتوقعون غير هذا؟ ألا تقدر عظم الكارثة؟ لقد انتهت دولتنا. انتهت دولة مروان بن محمد. هي دولة بني أمية على كل حال. وقعت الكارثة، ولن يفرق المسودة بين هذا وذاك من بني أمية، ونحن أسرة هشام والمروانية نحن قبل غيرنا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. لا يمنع ذلك من الحركة والفعل. اقترح، هل تشير علينا أن نخرج فنقاتل المسودة قتال يائس يطلب الموت؟ دولة مروان بن محمد أو دولة بني أمية؟ قضي الأمر، وهذا زوالها في المشرق. في المشرق فقط؟ وترجو إحياءها في المغرب؟ على كل حال، أفضل ما يمكن عمله الآن هو السكون لا الحركة. بدر، أعد لنا الركائب للسفر. إلى أين؟ دمشق. يجب أن نصل إلى أخواتنا هناك قبل فوات الأوان. أما أنتم فاخرجوا بليل إلى قرية دير حنة، وانزلوا دارنا القديمة على أطرافها، واكتموا خبركم، وسوف أوافيكم هناك إن شاء الله. أما أنا فلن أفر من دمشق مهما كان الثمن. يا أبان، هل بقي لكم أمل بعد هزيمة ابن هبيرة أولا ثم مروان؟ وأين هو مروان؟ أليس فارا على وجهه وقد ضاقت به الأرض بما رحبت؟ وما يلبث عبد الله بن علي والمسود أن يصلوا دمشق عندها الذبح؟ الذبح لا محالة. ولماذا يذبحوننا ونحن لم نخرج في جيش مروان؟ يكفي أنك أموي من ولد هشام بن عبد الملك. يا قوم، ألا تقدرون الحال؟ وأنت يا أبان، تخشى أن يقال فر فارس بني أمية؟ لن يبقى هنا من أصحابنا وقومنا من يقولها. أنا أقول كما قال غيري، أذل الحياة وكره الممات، وكلا أراه طعاما وبيلا. إن لم يكن غير إحداهما فسير إلى الموت سيرا جميلا. إن كان لابد فارسلوا معي عيالكم. تجهز يا عبيد الله، ستخرج مع عمك من الساعة. ودع أباك يا عبيد الله. إلزم عمك أبا سليمان يا ولدي، إلزمه دائما. أين كان؟ هل رأيت رجلا يحسد أخاه على نبوءة أطلقها عجوز لا ندري إن كان يخلط؟ والآن وقد وقع منها زوال ملك بني أمية في المشرق، فأني أرجو أن يقع منها شقها الثاني، تجديد دولتهم في المغرب. على يديك يا أبا المطرف، يا أبا سليمان، فإن كان ولم أدركك بنفسي فهذا ولدي عبيد الله وديعة عندك، احفظه كبعض ولدك. لقد كنت أظن أنك لقلة كلامك لا تعبأ بأحد منا. إنني أقدر مجيئك إلينا في دمشق يا أخي. هيا يا عبيد الله. Thank you.
من؟ أبان بن معاوية؟ لطالما سمعت بك. أخروه حتى يرى مصارع قومه كلهم، فإذا فرغنا منهم اخترنا له ميتة يشهدها الناس. لم يبق من أحيائهم أحد في دمشق وأعمالها، فلماذا لم تنطفئ إذن نار صدري؟ ألا من طريقة لإطفائها؟ تراه قد تعذب كثيرا قبل موته. كفى يا أم الأصبغ، لن يرد النحيب قتيلا.
والآن ماذا عسى نفعل؟ أعني ما زالت المسودة تبحث عن بقايا بني أمية في كل مكان، في الكور والبلدان، ولن يسكنوا حتى يقتلهم جميعا، ولا نأمل أن يصلوا إلينا، ولم تعد الشام كلها آمنة. لا خروج إلى أي مكان، فليس ثم طريق آمن. ولكن إلى متى؟ حتى يطمئنوا في دولتهم الجديدة فتخف الملاحقة، ولا أحسب ذلك يكون قبل عامين. في هذه الأثناء نبقى نحن في سكون وترقب، لا نطمئن لأحد حتى لو رفع السيف وبدأ أنهم سكنوا. البقاء أحياء، هذه هي العزيمة الآن. آخر موضع شوهد فيه مع عائلته في هذه الأنحاء، وليس وراءها إلا مصر. ولن يهدأ أمير المؤمنين أبو العباس، ولن أهدأ أنا، ولن نهدأ جميعا حتى نرى رأس مروان بن محمد أمامنا. فانتخب يا صالح من شئت من العساكر، ولا تترك طريقا ولا واديا ولا سهلا ولا جبلا ولا فلاة ولا قرية أو مدينة حتى تجده، حتى ولو حملك البحث عنه إلى أقصى مصر، بل إلى أقصى المعمورة. مرجل من النار في صدرك، لا تدري أهو الأسى أم الغضب. لا بأس، لا بأس، أطلق ما في صدرك، لا يضر ذلك الرجال، إنما يضرهم الجزع والخوار. وما كان أبوك أبان رحمه الله بالذي يجزع إذا فزع الناس. واذكر من حزم الرجل ألا يترك مصائب الأمس تصرفه عن يومه وغده، بل ينظر إلى أمام، ولا بأس، يحمل معه ذاكرة الأيام المنصرمة ويجعلها وقود نهاره وسراج ليله ومطايا غده. هل تعي قولي؟ أظن ذلك يا عم. بلى، سنخرج من هذه المحنة أحياء وأقوياء أيضا. أقوياء؟ نعم نعم يا عبيد الله، أقوياء. فالذي يختبر هذه المحن ثم ينجو منها باثنتين، حياته وكرامته، فقد خرج منها أقوى من خصومه. أيها الناس، اعلموا أن الأمير عبد الله بن علي عم أمير المؤمنين قد أعطى الأمان لمن جاءه من بني أمية في معسكره عند نهر أبي فطرس بفلسطين، وله على ذلك ذمته وعهده. فليبلغ السامع الغائب، هذا أمان عبد الله بن علي لمن اختفى من بني أمية، من جاء معسكره عند أبي فطرس مستأمناً أمنه وآواه ووصله، وعلى ذلك يعطي عهده وذمته. أقبلوا أقبلوا أقبلوا، لكم أمان الله. أقبلوا، لا بأس عليكم، قد أمنتم عندي. تقدموا تقدموا. تبسطوا تبسطوا، قضي الأمر وقويت دولتنا، فلا نخشى عليها أحدا.
والدنيا دول، وقد ذكرنا أرحامكم فينا. هيا أصيبوا من الطعام، هيا، لا يطعمنا إلا آمن. من شاعرنا شبل بن عبد الله؟ تعال فأصب من طعامنا. ليس الطعام ما أحب أن أصيب منه، بل هؤلاء. أصبح الملك ثابت الأساس بالبهاليل من بني العباس. طلبوا وتر هاشم فشفوها بعد ميل من الزمان وياسي. لا تقي كن عبد شمس عتارا واقطعا كل رقلة وأواسي. ذلها أظهر التودد منها وبها منكم كحز المواسي. ولقد غاضني وغاض سوائي قربهم من نمارق وكراسي. أنزلوها بحيث أنزلها الله بدار الهوان والإتعاس. قد تعجلت علينا يا شبل ما كنا نبيت، وهل ينسى الرجل ثأره؟ اقتلوهم. عمنا أن يكف عن سفك الدماء إلا بإذني. أخاف أن يستوحش منا جملة الناس وتهيج عواطف بعضهم فيميل عنا. وأبو سلمة الخلال؟ أما هذا فحق عليه القتل. لا ننسى تنكره لنا أول قدومنا، ولولا تدبير الله لكان قتلنا وصرف الخلافة عنا إلى أبناء عمومتنا الطالبيين، وقد هدى الله من كتب إليهم فلم يجيبوا. لعل الذي صنع كان عن رأي أبي مسلم، فهما متصافيان، وكان لأبي سلمة يد عنده. وإن قتلته يحتج به أبو مسلم فيتغير، وأهل خراسان هم قوام جيشي وهم أصحابه. ما لها غيرك يا أبا جعفر؟ اخرج إلى أبي مسلم في عدد من أصحابنا، وهنئه بما وهب الله لنا وبنجاح سعيه فيما قام به من أمرنا، وخذ البيعة عليه، وأعلمه بما كان من أمر أبي سلمة، واعرف رأيه، واعرف الذي نحن عليه من شكره ومعرفة حقه. واصحب معك بعض أبناء عمومتنا الطالبيين ليرى أنهم موافقون لنا، وذلك لأن أبا سلمة قد أراد أن يحتج بهم علينا حين كتب بعضهم، فالآن نجعلهم حجة عليه. عسى أمير المؤمنين بخير. الحمد لله، وهو ذاكر لصنائعكم يا أبا محمد. حقا؟ وهل في ذلك شك؟ ألم تكن رئيس النقباء ونظرهم؟ ذلك زمن مضى يا مولاي، والآن قامت الدولة واشتد عودها، ولعل لكل زمن رجالا هم أصلحوا لها. نستأذنكم يا مولاي.
انتظر يا أبا محمد. كأن في نفسك شيئا يا أبا محمد. أعز الله الأمير، دخلنا في هذا الأمر من أوله لا نأمل أن نعيش حتى نرى ثمرته، ومع ذلك أهدفنا من أجله صدورنا ونحورنا. حين كنا في ضعف وقلة، فلما اشتد سوق الدعوة رأينا أبا مسلم يقدم علينا ونحن ذوي الأسنان والقدم، ورضينا على مضض إخلاصا لأئمتنا وامتثالا لأمرهم. ثم قامت دولتكم فصار هذا الرجل أمير خراسان، فأخرنا وقدم أصحابه حتى صار له فيها السلطان دون صاحب السلطان، وقد تكبر وتجبر واستعلى وبدأ بأصحابنا فبطش بهم، وادعى أن ذلك بأمر الإمام إبراهيم رحمه الله، وبث عيونه في كل مكان وبين أهل الدعوة، حتى صار الرجل لا يأمن من ولده وأخيه وابن عمه، يخشى أن يقول الكلمة فتصل إليه فيزعم أنها تنطوي على غش الإمام والخليفة فيبيح دمه باسمكم يا مولاي. وانظر حاله معكم يا مولاي، قد مضى على قدومكم يومان لم يسألكم فيما قدمتم، ومنذ أنزلكم هذه الدار لم يزركم، فهو ينتظر أن تبادروا إليه أولا. فهل هذا فعل عامل لكم أو فعل سلطان مستقل بنفسه؟ هذا ما بنفسي يا مولاي. أهلا أبا جعفر، عساك لم تطشر، اعذرنا فيما شغلنا. لم نسألك فيما قدومك إلينا حتى تتم 3 أيام على عادة العرب. ولكنني لست ضيفا عليك يا أبا مسلم. بلى كما قلت، أنت أخو مولانا أمير المؤمنين ونحن خدمه وأتباعه. جئتك من قبل الخليفة في أمر نشاورك فيه يا أبا مسلم. قل يا أبا جعفر، قل. أبو سلمة الخلال، قد ظهرت منه للخليفة أمور ساءته كثيرا. حين قدمنا الكوفة تغير علينا وحجبنا عن الناس 40 يوما، ثم علمنا أنه قد راجعه هواه القديم في الطالبيين، فأراد أن يصرف عنا الخلافة إلى بعضهم فلم يجيبوه. أو قد فعل؟ قد فعلها. أنا أكفيكم. تفعل؟ ولماذا لا أفعل وقد انطوى على غش الإمام؟ ادعوا لي مرار ابن أنس الطبي. كيف وجدت أمير المؤمنين أبا العباس؟ نعم الخليفة. أعني، هل أحسن لكم أنتم أبناء عمومتهم الطالبيين؟ ها أنت تراني في صحبة أبي جعفر، ولولا أنهم قربوني لما كنت في رفقته. هذا حسن. أعني، تعلم أن أصل الدعوة كانت في إمامكم أبي هاشم، عبد الله بن محمد بن الحنفية إمام الهاشمية، ولم يكن له ولد، فلما أحس بالموت وهو في طريقه إلى الحجاز عدل إلى الحميمة ونزل على محمد بن علي، فصرف إليه الإمامة وأمر أصحابه بالسمع له وطاعته، وبذلك صارت الدعوة إلى بني العباس، أو هذا ما نقله بنو العباس وأشاعوه، ونحن والله ما دخلنا دعوتهم إلا بتلك الوصية من أبي هاشم، فأنتم عندنا في المقام الأول، وأصل انتمائنا وولائنا معروف إليكم. ألا تفصح عما في نفسك يا أبا محمد؟ أنصت، إن والله كنا نرجو أن يتم أمركم
وأنت أولى الخلافة إليكم، فأنتم الأحق بها والأجدر. فإذا شئتم الآن فادعونا إلى ما تريدون، ولكم علينا أن ننصركم بأحسن مما نصرنا أبناء عمومتكم. سيدي تعال يا مرار، انطلق فورا إلى أبي سلمة بالكوفة فاقتله حيث لقيته. هيا. ما الذي دعاه إلى أن يقول ذلك الذي قال؟ لا أدري، ولكن ما يدريني أنه دسيس من أبي مسلم الخراساني ليختبرني. ولكنك لم تظهر له الرضا. ولم أنكر عليه، فإن كان أبو مسلم قد دسه لغرض فأخشى أن أول صمت رضا فيأخذني بذلك. نعم يأخذني بذلك، ألم يقتل من هو أقوى مني وأشد؟ هذا رجل يأخذ بالظنة ولا يعرف قلبه الرحمة ولا يخشى أحدا. انظر كيف يعامل الأمير أبا جعفر وهو أخو الخليفة، والأرجح أن يخلف أخاه إذا قضى الله، فكيف يفعل بي؟ كيف؟ فيما طلبتني يا أبا مسلم؟ أتذكر قول الإمام لي من اتهمته فاقتل؟ فإني قد اتهمتك. نشدتك الله. لا تناشدني بالله وأنت تضمر غش الإمام. إن كانت والله لغفوة، ألا يشفع لي طول عملي في الدعوة؟ أبقي علي يا أبا مسلم، أبقي علي أنشدتك الله. لكل شيء حين ولكل أجل كتاب. ما كان ينبغي لك أن تسبني وتشتمني وتحقرني ثم ترميني بالدوات حتى سال دمي؟ هذه أمور تورث بغضا لا يموت. إن كنت قاتلي فلعنة الله عليك تلحقك إلى يوم الدين. خذوا لعنة الله عليك. كيف تقتله دون إذني وأنا في جوارك؟ أتستهين بي يا أبا مسلم؟ حاشاك يا أبا جعفر، ولكني أعمل بوصية الإمام إبراهيم أخيك الأكبر رحمه الله. هذا كان قبل أن تظهر الدعوة وتقوم الدولة ويصير لها خليفة هو وحده صاحب الأمر والنهي. وهل أمرني الخليفة بأمر فخالفته؟ لو استأذنته في قتل سليمان لما أذن لك. وكيف لنا أن نعرف هذا الآن؟ ولكن هنا كان يجب علم. منزلتك محفوظة يا أبا جعفر، ولكن العفو يا سيدي، الخليفة أبو العباس، وقد جئتني بأمر منه فامتثلت له وأرسلت إلى الكوفة من يقتل أبا سلمة الخلال، وهو كما علمت معلمي وصاحبي وخليلي وشريكي في تدبير الثورة، ولكنه هان عندي عندما علمت بانحرافه وغشه للخليفة. فهل يكون دم سليمان بن كثير أغلى عندي وعندكم من دم أبي سلمة؟ وإن كنت قد أطعتكم في هذا فلماذا أستشيركم في ذاك وقد ظهرت خديعته؟ واسأل، اسأل ابن عمك عبيد الله بن الحسين، فهو الذي أطلعني على غشه. وقد كنت أتوقع منكم الشكر جزاء دفعي عن دولتكم، وها أنت يا أبا جعفر تلومني؟ لو رأيت وجهه حين سقطت عليه حجتي فأسقط في يده وخرج لا يلوي على شيء. أبا مسلم، ألا تخشى من؟ أنا لا أخشى أحداً. أعني إنه أخو الخليفة والمقدم بعده في بني العباس،
وإذا انقضى أجل الخليفة قبله فلربما صار الخليفة الثانية من بني العباس. ليكن، قد علموا قوتي وأدركوا حاجتهم إلي، وإلا ما الذي جاء بأبي جعفر من طرف الخليفة إلي هنا في مارو؟ يقطع كل تلك المسافة ليستشيرني في أمر أبي سلمة؟ لا والله ما أراد المشورة، ولكنه خشي إن قتله بنفسه أن أخرج عليه وأطلب دمه وهو مني بمنزلة الأخي الأكبر. وقد علم بن العباس أن جيش الخراسانية عندهم هم رجالي وأصحابي، وإلا أفما كان في وسعه أن يقتله وهو في جواره وفي حماه حتى يطلب مني أن أدبر قتله بنفسي؟ على أنه حذر أن يطلب ذلك تصريحا فطلبه مني بدعوى المشورة. أفلا يدلك هذا على شيء؟ وقد دبرت قتله حقا، وهو منك بمنزلة الأخ الأكبر، وقد كان بينكما من الصحبة والشراكة ما كان. هكذا حال السلطان، نصنعه ثم يصنعنا، وهو يلزمنا أن نفرق بين القلب والسيف. لم ينسى إهانة سليمان له في ذلك اليوم البعيد، فلما واتته الحجة لم يفوت الفرصة. ومنذ أن قتل لاهز بن قريظ ولم يبالي بمكانته، علمت أنه سيصل أخيرا إلى سليمان وهو أولى بنقمته. سليمان بن كثير، وما يلبث أن يصلنا خبر صاحبي وصفيه أبي سلامة الخلال واستخفافي بأبي جعفر أخي الخليفة. كنت أخشى منه، ولكني الآن أخشى عليه. لم يبقى رجل فوقه إلا الخليفة، بل يرى نفسه أقوى من الخليفة. وقد تعلمت منه أن الذروة لا تتسع لرجلين، وهو وإن ظن الآن أنه أقوى من الخليفة نفسه، فإن للخلافة بيتا لا يساميه أحد، إنهم بنو العباس. أما أبو مسلم فإنه وإن بلغ الآن ما بلغ، فدونه ودون الخلافة العرق والنسب وحز الأعناق. ألا يفطن لذلك وهو أذكى الناس وأذكى منك ومني؟ السلطان يا أبتي وفرط القوة كالخمرة، لا ينتشي منها شاربها إلا بقدر ما تغيب عقله. ألا تنصحينه يا بنية؟ ليتني أبلغ من نفسه شيئا، وليتني أستطيع أن أفديه من مصيبة قادمة لا محالة، إلا أن يخرج من وهم السلطان إلى قلب الإنسان. لست خليفة ولا لك من الأمر شيء إن تركت أبا مسلم ولم تقتله. وكيف ذاك؟ والله ما يصنع إلا ما أراد، فقد اغتر بقوته واستقل بشوكته في خراسان، فهو كسرى جديد في ثوب مسلم، وهو الذي كان يحمل لأخينا إبراهيم خفيه ويحمل متاعنا ويسرج خيولنا. فإذا دخلت عليه استخف بي واستعلى علي وجعلني أنتظر 3 أيام، وقتل سليمان بن كثير وأنا عنده ولم يستأذني فيه، فهل هذا عمل رجل تابع لنا؟ وما الحيلة فيه يا أبا جعفر؟ وما الحيلة؟ وقد عرفت موضعه من الإمام، وهو الآن صاحب الدولة والقائم بأمرها، فغض عن بعض ما تكره من أجل ما تحب، فإن له أيادي على الدولة والدعوة، فاكتم غضبك. السلام على أمير المؤمنين. وعليكم السلام. هنا إلى جانبي يا أبا سلمة. أيها القوم، اشهدوا أني رضيت عن أبي سلمة، وهو وزيرنا وصاحب دولتنا.
قد عرفنا الآن أنه بلغ صعيد مصر مع أهله وأصحابه، لكننا لا نعرف القرية التي يختبئ فيها، ولكن لابد أنه خلف آثاراً كالتي تتبعناها حتى الآن، فمعه رجال وخيل. إذن سأخرج بقطعة من الجند ولن أعود إلا ومعي رأس مروان بن محمد. نصبر حتى الصباح؟ نحن في قلة، فإن أصبحوا وراء قلتنا أهلكونا ولا ننجو من أحد، ولنا عليهم الآن حظ المفاجأة. فالليل بطاء. فليأكل الفتيان أولا. إلى من نظر على هذه الحال؟ قد سئلت الاختباء والعزلة وأن أرى أهلنا على هذه الحال، والله إني لأهم أن أخرج فأصل إلى بعض من بقي من موالينا. لا تفعل، لقد سكن المسودات وطمأنوا في البلاد وقتلوا مروان بن محمد. هذا هو أخطر الأوقات، لقد سكنوا لنطمئن فنخرج، وهم أشد طلبا لنا من غيرنا، نحن أسرة هشام. إلى الميزان سنعرف الوقت المناسب حين يأتي. لقد وصل بعض قومنا من بني أمية إلى سليمان بن عنعنة من السفاح في البصرة، وهو أرقهم قلبا، وقد استأمنوا فأمنهم واستوهب السفاح دماءهم فوهبه إياها. بئس ما ترمي إليه، والله أن أقتل 100 مرة أهون عندي من أن أسلم بيدي وأظهر الخضوع والذلة. ألم تقل العزيمة الآن أن نبقى أحياء؟ أحياء؟ نعم أحياء، ولا حياة لمن قبل الذلة، أريدهما معا، الحياة والكرامة، وراءهما ما هو أعظم. أي عظمة هذه التي تتحدث عنها الآن؟ هل بقي لها مكان بعد التجارة؟ هذا هو الفرق بين رجل لا يرى من الدنيا غير يومه فيصنع مستقبله على قدره،
ورجل يرى حال يومه ظرفا لا يدوم، فيرى ما يريد من مستقبله. ما بكم؟ لماذا لا تأكلون؟ ما بك يا سليمان؟ هل تريد أن أطعمك بيدي؟ إلى أين؟ كنا نصيد للمتعة والتريض، والآن نصيد للطعام. تخرج بالسيف وقد كنت سبق فلتنا عن الخروج. أما أنتم فلا. ما الذي يجعلك بعد عن الخطر دون أن إذا خرجت؟